الأسبوع العاشر من التحديات والأخير من سيزون 3 شابتر 2 حاليا معنا، رح يفتح إن شاء الله بعد ساعتين من تنزيل هذا المقطع، وإن شاء الله رح أعمل giveaway بنهاية هذا المقطع $20 لأربع أشخاص إن شاء الله مثل ما وعدتكم. ولا تنسى طبعا بنهاية هذا السيزون وبداية السيزون 4 شابتر 2 رح أعمل giveaway على البطل باس، رح يكون لأكثر من شخص إن شاء الله، بس إن شاء الله من هون لبداية السيزون 4 رح يكون في giveaway قوي جدا بالنسبة للبطل باس. بالتوفيق للجميع بالنسبة لل giveaway اللي حيصير بنهاية هذا المقطع، وإن شاء الله رح نشرح تحديات الاسبوع العاشر. فلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. قبل ما بلش المقطع تبعي وابتدي بشرح التحديات والجيفاوي لاربع اشخاص، بتعرفوا شو المطلوب، لايك سبسكرايب القصص الحلوة. طبعا مو مطلوبين هن، بس هذا كله منكم وكرم منكم، بتشكركم على الدعم الخرافي كلياتكم وكل الدعم بالاتم شوب نيمو 9. لو حابين تستخدموا تدعموني يا ريت تستخدموا. ويلا مع بعض خلينا نفوت بالنسبة للتحديات الاخيرة لسيزون 3 شابتر 2. اول شيء مطلوب منا تفتح 7 شيست بمنطقة الاثوريتي، كلياتنا بنعرف منطقة الاثوريتي وين، اللي هي كانت الاجنسي سابقا بمست الماب، بتنزل عليها بتفتح 7 شيست وهيك انت بتخلص هذا التحدي. والتحدي الثاني مطلوب منه يا شباب انك انت تقتل 3 اشخاص بمنطقة ميستي. منطقة ميستي اللي موضحها امامك، كل عليك انك انت تقتل 3 اشخاص بشكل عشوائي وباي سلاح وهيك انت بتخلص هذا التحدي. والتحدي الثالث يا شباب مطلوب منك انك انت تروح تلتقط الفاير فلايز. شو هدول الفاير فلايز؟ هلا بقولكم عليهم، بمنطقة ويبينج وود. يعني كل عليك انك انت تروح على منطقة ويبينج وود وتروح تلقط فيها اليراعات. هدول هن اليراعات الطائرة مثل مظاهر امامك بالصورة تقريبا، هدول هن يعني هيك بيكونوا عم يطيروا وعم يضوا، كلياتنا بنعرف. مجرد ما انك انت تقرب عليهم او تروح تدوس اي بيطلع لك شعار اي او انك مربع حسب الكنترول تبعك، وبتكبس بتاخذ الاطرميز او بتاخذ المرطمان وهيك انت بتخلص هذا التحدي. مطلوب منك انك انت تجيب 5 اطرميزات او 5 مرطمانات بمنطقه ويبينج وود وهيك انت تكون خلصت هذا التحدي. التحديات كلها عليها 35000 اكس بي. وخلينا هلا ننتقل للتحدي الرابع. التحدي الرابع يا شباب مطلوب منك انك انت تروح ترقص بمنطقه السكاي دانس. هاي منطقه السكاي دانس يا شباب بدك تروح عليها وترقص لمدة 10 ثواني مثل موضح امامك، هي المنطقة على الخريطة. كل عليك انك انت بتنزل لهنيك بتروح على بلاط الديسكو وبترقص 10 ثواني، يعني انك انت بتوقف بترقص اي رقصة ما بتخلص او بتطول يعني بالمعنى، وبتخلص هذا التحدي. وانا هلا رح اتركك مع فيديو توضيحي بورجيك كيف تروح تساوي هذا التحدي. والتحدي الخامس يا شباب، التحدي الخامس مطلوب منك انك انت تضرب او تكسر الحاويات بمنطقة ديرتي دوكس يلي زار امامك، هي منطقة ديرتي. كلايك انك انت بتنزل عليها بتلاقوا هنيك مثل حاويات كبيرة او كونتينر هنيك بيقولوا عليها حسب انت شو بتقول عليها، هدول هن اللي ظاهرين امامك، بتروح بتكسر 7 وهيك انت بتخلص هذا التحدي. هذا التحدي بياخد منك شوية وقت لانه الكونتينر بيطول ليتكسر او بيطول لحتى انت تحطمه على الاخير. تكسر 7 وهيك انت بتكون خلصت هذا التحدي. والتحدي السادس والسابع يا شباب مثل العادة موصولين ببعض. التحدي السادس يا شباب كل عليك انك انت تاخد SMG او تاخد شوتجن وتدمج فيهم الاعداء 500 دمج بفترة طويلة، يعني مو شرط انك انت تخلصه بيوم او يومين او دقيقة واحدة، مو مشكلة بتخلصه بنهاية السيزن، يعني مع الوقت معك اسبوع كامل لتخلص هذا التحدي. بتدمج 500 بالشوتجن بعدين بتدمج 500 بالSMG، انت باختيارك يا هاد يا هاد، وبتقدر انت تمكسهم مع بعض انك انت مجرد ما عم تلعب وتدمج الناس بيحسبوا لك دمج. وبالنسبة للتحدي اللي بعده اللي هو التحدي السابع اللي احنا دائما بنوصلهم مع بعض، اول شيء هذا مطلوب منك 500 اللي هو التحدي السادس. التحدي السابع مطلوب منك 15000، نفس الشيء انك انت تدمج بالشوتجن وتدمج بالاس ام جي، بس هلا مطلوب منك 15000 ولكن مو لوحدك، مع اصدقائك. ولما انت تخلص ال 15000 دمج بالشوتجن او الاس ام جي بيعطوك 80000 اكس بي، هيك انت تكون خلصت التحدي هاد. انت كل عليك انك انت بتنزل سكواد او بتنزل تيم رامبل، والسكواد اللي معك هو اللي بيساعدك انك انت تدمج 15000 دمج للاعداء. انت واصدقائك بتساوي هذا التحدي بالنسبه 15000 وبالنسبة ل 500 لحالك بتساوي.
والتحدي الاخير اللي معنا يا شباب اللي هو راح يكون تحدي بسيط جدا وسهل، كل عليك انك انت تروح على منطقه فرينزي فارم اللي ظاهره امامك، تفتح فيها 7 صناديق امو بوكس. بس الموضوع بسيط جدا، بتروح على فرينزي او المزرعه اللي ظاهره امامك على الخريطه وبتفتح 7 امو بوكس، هيك انت بتخلص التحدي الاخير. التحديات كلها عليها 35000 اكس بي، مع التحدي اللي بيطلب منك 15000 دمج بيعطيك 80000 اكس بي. وخلينا مع بعض ننتقل لاسماء الفائزين. يا شباب اسماء الفائزين اللي احنا كلياتنا بنعرف بالنسبه للجيف اواي، اني انا بفوت على موقع بيختار التعليقات العشوائيه، وانا كتير شرحت التحديات الاسبوعيه. حاليا والحمد لله قدرت اوفي بوعدي بالسيزون 3 شابتر 2، بكل تحدي اسبوع كنت عم ربح 10 دولار لشخصين او لشخص كان مما كان يكون بالتعليقات العشوائيه. ولكن حاليا انا عم بختصر الوقت، ومشان المونتاج يا شباب رح اعلن اسماء الفائزين بشكل رسمي وبشكل سريع دغري. هاي هي الصوره، هذا هو الرابط، هاي هي التعليقات. التعليقات 103 مثل مظهر امامك بالنسبه للموقع، وفعليا هن 103 داخل الفيديو الاساسي اللي هو على اليوتيوب، ولكن كان في فلتر انا شلت علامه الفلتر مشان الناس اللي معاق كذا تعليق يصير من نصيبها الجيف اواي اكثر واكثر. بالنسبه يا شباب لاعلان الفائزين، الفائز الاول اللي ظاهر امامنا اسمه X5 SSD دورا، هذا هو بالنسبه للفائز الاول مكتوب بالتعليق: اشتركت واستهزت الكود، فوزني تكفى يا بطل، بعثت لك انجوا. ما بعرف شو الفكره باللغه العربيه اللي عندك يا صاحبي، ولكن لازم تحسن اللغه العربيه اللي عندك. خلينا نفوت بالنسبه للفائز الثاني. الفائز الثاني يا شباب باسم رياضه وفكر متقدم، باسم او بتعليق: دائما اشارك وما اربح، تكفى هوزني يا نيمو، اسمي ايبك لايف 9 جول. هذا هو اسمه يا شباب، الف مبروك عليك يا لايف 9 جول، $5. حاليا انا هلا ربحت شخصين، وكل شخص عم يربح ان شاء الله رح يتواصل معه او يتواصل معي بالتعليقات او يتواصل معي على الديسكورد او على الانستغرام، كلياتنا بنعرف، او على البث المباشر على الفيسبوك، الوضع بسيط جدا. وبالنسبه للفائز الثالث يا شباب، الفائز الثالث باسم حستيت العراق: يا رب اكسب، ولا مرة كسبت، بتابعك من زمان، اسمي جيلمو براهيم. حسيت العراق، الف شكر لك على التعليقات وعلى المشاركة بالجيفاوي، الف مبروك عليك $5 يا صاحبي. بالنسبة لاخر واحد اللي هو الفائز معنا، الفائز معنا باخر سحب بالسيزون 3 شابتر 2 باسم ماكس كار، بتعليق: اسطورة وربي، الله يسعدك مثل ما تسعدنا، وعملت كل الشروط يا بطل، الف مبروك عليك يا ماكس كار، والف مبروك عليك يا حستيت العراق، والف مبروك عليك يا رياضة وفكر متقدم، والف مبروك عليك يا X5 SSD دورا. هذا هو الاسماء، الف مبروك عليكم يا شباب. وانا الحمد لله وفيت بوعدي بالنسبه للسيزون 3 شابتر 2، كل اسبوع كنت عم بعمل جيف اواي، واللي اول مره عندي تشاهد فيديو على القناه بيعرف الموضوع، يفوت الشيك على الفيديوهات القديمه بالنسبه للاسابيع القديمه، وبيعرف انا كل اسبوع عم بعمل كنت جيف اواي. الف شكر لكم يا شباب على الدعم الخرافي، وحابب ان شاء الله ومتمني هيك يا رب انه نوصل ل 20000 مشترك قبل نهايه سنه 2020، ومع بعض هيك مكملين ان شاء الله مسيرتنا على اليوتيوب. وبالنسبه للجيف اواي اللي حيكون بالسيزون 4 شابتر 2 بالنسبه للبطل باس، ان شاء الله رح اعمل لكم اياها مفاجاه، ورح يكون في جيف اواي قوي جدا بالنسبه للبطل باس، ونفس الطريقه، يعني انا الطريقه عجبتني جدا وعجبت المتابعين والمشتركين بشكل عام على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. بتشكركم كلياتكم يا شباب على الدعم الخرافي كلياتكم، اسكر الدعم بالايتم شوب نيمو 9، وان شاء الله رح يكون في جيف اواي مثل ما حكينا بالنسبه للبطل باس سيزون 4 شابتر 2، رح يكون خرافي جدا بالنسبه للسيزون الجديد وبالنسبه للجيف اواي بالنسبه للبطل باس. كور الدعم بالايتم شوب نيمو 9، وبرعايه الله.